قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في خمسينيات القرن الماضي استقر عبد السلام وزوجته السعدية وابنهما البكر ذو 3 أعوام في مدينة تطوان. كان يراهن على مستقبل أفضل في المدينة هو القادم من البادية. ما شجعه على الاستقرار في تطوان أن ابن عم له استقر بها قبله ببضع سنين وقد رآه أفلح ويعيش حياة رغيدة، ثم إنه كان يرى أن فرص الشغل في المدينة متوفرة وأنه في كل الأحوال لن يكون بعيدا عن بنيدر قبيلته. اشتغل عبد السلام في البدء مساعد بناء، كان يبدي للمعلمين الذين عمل معهم استعدادا للتعلم، وهو في سبيل ذلك يقوم بكل ما يطلب منه من أشغال. رئيس الورش الذي كان يعمل به إسباني يتعامل مع مستخدميه كما يتعامل قائد فرقة عسكرية مع جنوده، لم يكن يقبل أي عذر في تبرير ما لا يتم إنجازه من أشغال. كان حاجز اللغة بينه والبسطاء من العمال وأغلبهم من أبناء البوادي المجاورة كعبد السلام يحول دون كل نقاش لقرار يتخذه. وكان صاحبنا مثل أغلب مستخدمي الورش يقول لنفسه إن عليه أن يصبر حتى يتعلم حرفة البناء، وبعد ذلك سيغادر ورش مانولو، ذاك هو اسم الإسباني، ويبحث عن عمل في ورش آخر بشروط أفضل وأجر أكبر. ظل الرجل يمني النفس بذلك التحول المنشود في حياته عدة أعوام. كانت أيام السوق الأسبوعي تتيح له اللقاء بأناس من بنيدر يعرفهم، وكثيرا ما كان بين الذين يصادفهم في السوق أقارب له، منهم يستشف أخبار والده الذي أدركه الهرم ولم يعد يقوى على مغادرة الدوار. كان عبد السلام كأناس كثر من قريته مدمنا على تدخين الكيف، وكان السبسي لا يفارقه إلا في نهارات رمضان، إذ كان يخشى أن يدخن سهوا أو في لحظة غضب كان يحرص على أن يكتمه لما يكون في الورش. لم يكن الحال كذلك في البيت، حيث كان لا يتردد في ضرب السعدية زوجته وأم أطفاله الذين صاروا 5 في السنوات 6 التي أعقبت استقرارهم بتطوان. كان يفتعل الغضب لأسباب أغلبها لا يبرر ما يقوم به. مع مرور الوقت صار جيرانه لا يكترثون لصراخه ولا لأصوات الأواني التي يكسرها، وكان لا يثير لديهم الاستغراب أن يروه بعد كل ضجة يحدثها وهو يغادر البيت بنظرات شاردة. كان عبد السلام ككثير من مجايليه يحرص أشد الحرص على شاربيه، يعفو عنهما ويجعلهما معقوفين كقرني ثور، ولعله كان يصيبه بعض من زهو أن يبدو كثور جامح وهو يغادر سكنه بعد كل ضجة يحدثها. كانت السعدية ابنة عائلة محترمة من بنيدر، وقد قيل لها إن ما تقاسيه مع ذلك الزوج إنما هو نصيبها وقدرها الذي لا مهرب منها. كذلك كان يقال لها وللنساء اللواتي تعانين مثل ما تعانيه. الأطفال يكبرون، الابن البكر في 12، لا يزال يتردد على المدرسة دون أن يعلم أحد ما الذي يفعله هناك. لم يكلف عبد السلام نفسه مرة عناء الذهاب إلى المدرسة للسؤال عن أحواله. ثم ذات صباح لأسباب لم يعرفها أحد انطلق صياحه وصراخه، وسمعت السعدية تستغيث، كان يضربها. نهض الابن البكر عبد الله من مكانه واقتحم عليهما غرفتهما. كان والده يمسك بحزامه الجلدي السميك وهو يجلد المرأة جلدا. أمسك اليافع بالحزام ونزعه من يد والده دون أن ينطق بكلمة واحدة ومضى إلى أمه وعانقها. ولكن الثور الهائج كذلك كان يبدو بشاربيه المعقوفين اندفع نحوهما، ما أن التفت عبد الله نحوه حتى بادره بصفعة لم يصفع مثلها، في كل الأحوال لا يذكر أنه صفع صفعة مثلها من قبل. ثم أراد أن يمسك بالسعدية ولكن الفتى حال دون وصوله إليها، ولما أيقن أن لا سبيل إليها وقف ينظر وقد أرغى فمه. شارباه المعقوفان
يجعلانه يبدو كوحش في حالة هيجان. نطق سخطه عليهما وخرج وهو يقفل الباب بقوة ارتج لها المسكن بأكمله. يعلم عبد الله أنه سيمضي إلى مقهى في المدينة وأنه سيمضي هناك ساعات يدخن السبسي مع أناس يعرفهم. يومها قرر الفتى الذي يبلغ من العمر 12 عاما أن يتبعه ويراقبه من بعيد. مشى عبد السلام بخطوات بها شيء من خيلاء حتى تجاوز الدرب الذي يقطنه، ثم أسرع الخطوة إلى المقهى. وقف عبد الله ابنه الأكبر خلف شجرة يراقبه، وقد استغرب ذاك التبدل الذي حصل عليه. فبعد أن كان مزبدا ومزمجرا في البيت، ها هو يراه وجها بشوشا شارباه قرن بقر الجاموس لم يعودا مخيفين. جاءه النادل بكأس شاي بالنعناع بينما كان منهمكا هو واثنين يتقاسم معهما الطاولة في تحضير السبسي، ثم رآهم يدخنون ويقهقهون. لم يتمالك عبد الله نفسه، عبر الطريق ثم وقف عند الطاولة التي يجلس فيها والده مع الرجلين. امتقع لون عبد السلام وهو يكتشف حضور ابنه. كان عبد الله ينظر إليه دون أن ينطق كلمة واحدة، ثم لما بدا له أن والده قد استوعب حضوره وما يعنيه قال له: أإلى هنا تأتي بعد أن تجلد أمي؟ كنت أظنك تمضي إلى عملك. انتفض عبد السلام ووقف والسبسي في يده لا يتركه. كرر نطق كلمات السخط تلك التي فاه بها قبل أن يخرج ويغلق الباب بقوة. اللذان كانا معه يتابعان باندهاش ما يدور بين الأب وابنه، ثم هم أحدهما بالتدخل، ولكن عبد الله رجاه ألا يتدخل فيما لا يعنيه. ولما لمس منه إصرارا سأله إن كان يضرب زوجته ويترك أبناءه بلا نفقة. ولما لم يأته جواب التفت إلى جهة والده وهو يقول: أما والدي هذا فهو يفعل، لقد حول حياتنا إلى جحيم. عاد الغضب ليرتسم على ملامح عبد السلام، وما أن رصد عبد الله تلك العلامات حتى تحرك من مكانه مبتعدا. لما عاد إلى البيت كانت أمه تبكي حظها، قال لها وهو يمسح دموعها إنه قرر أن يعمل وأن يجتهد لتوفير سكن آخر للأسرة لا يعرف طريقه والده. التحق الفتى بورشة للحدادة، كان المعلم يعطيه أجرا أسبوعيا ضئيلا. لم يكن يعترض، ما كان يهمه أن يتعلم الحرفة. ثم انتقل إلى العمل في شركة للنجارة الحديدية، كان عملا يوفر له بعض الامتيازات. كل يوم حين يأوي إلى البيت كان يتحاشى اللقاء مع والده. لما بلغ 20 أبلغ أمه بأنه اشترى منزلا في الملاليين، ثم شرع في نقل بعض الأثاث إلى السكن الجديد في غفلة من والده. وذات مساء عاد عبد السلام إلى المنزل في ساعة متأخرة، فتح الباب فلم يجد سوى جلدة خروف ووسادة. ستعلم السعدية لاحقا أنه حاول البحث عنهم، ولما لم يفلح في ذلك تزوج من أخرى، ثم انقطعت عنهم أخباره. مرت سنوات عديدة كبر فيها الأولاد وتزوج أغلبهم. ذات يوم التقى عبد الله رجلا من معارف والده أبلغه بأنه مريض. لما أبلغ إخوته ذاك الخبر اتفقوا على عيادته بعد أن عرفوا عنوان سكناه. لم ترغب السعدية في مرافقة أبنائها، لعلها تحاشت أن تحضرها تلك الذكريات الأليمة. طرقوا بابه عصرا، لم يعرفهم لما تحلقوا حول فراشه. قدمهم عبد الله واحدا واحدا ثم قال له: أرأيت يا أبي، لو تحملت عبئنا قليلا، ها نحن قد كبرنا وصار كل واحد منا قادرا على كسب قوت يومه. استدار إلى جهة الجدار وقد حسب أبناؤه أنه أعرض عنهم، ولكنهم سريعا اكتشفوا أنه كان يبكي. قالت زوجته الجديدة التي لم ينجب منها إنه يألم منذ زمن لما كان يصدر منه. في شارع علي الشعواني المفضي إلى الكورنيش في طبرقة، شمس يوليوز تضفي على المكان بهجة الصيف. زبناء كثيرون تونسيون وجزائريون
وآخرون جاءوا من جهات أخرى يقتعدون كراسيهم على أرصفة المقاهي والمطاعم. فجأة في غفلة من هذا العالم الجميل الحالم، ظهر على رصيف أحد المقاهي رجل شاب يتوكأ على عكازين. سريعا يكتشف الناظر إليه قصر أحد ساقيه. يعتمر الشاب الذي يرتدي بذلة رياضية على صدرها ما يبدو أنها علامة فريق رياضي، كاسكيت يغلب عليها اللون الأزرق كما البذلة الرياضية. الشحوب الذي يعلو وجهه يحيل على سقم أو ألم يعتصره، وينسجم تماما مع جسمه النحيف. في وجهه لحية تعود إلى بضعة أيام، وشاربان نزل على طرفي الذقن. حدث كل شيء سريعا، ما أن وصل ذاك الشاب إلى باب المقهى حتى بدأ يصرخ ويردد كلاما لم يكن مفهوما كله. نبرته توحي بأنه في حالة سكر متقدمة أو هو تحت تأثير مخدر قوي. يتناقض تماما صراخه وصياحه مع حالته. كل من كانوا على رصيف المقهى استداروا نحوه، بينما تدافع عدد ممن كانوا في الداخل نحو الباب. يبدو أن الرجل أعجب بمنظرهم وهم يستمعون إلى صياحه. ما أن يأخذ نفسا حتى يعود ليصرخ ويردد كلماته تلك التي لا يفهم أغلبها. لم يتحرك أحد من مكانه، بينما كان هو يكاد يسقط إذ يهتز جسمه كله وهو يصرخ. قال أحدهم إنه يسب صاحب المقهى، وجاء صوت آخر يقول إنه مجنون. وسط الوجوه التي أطلت من الباب وجه امرأة أوروبية تضع على عينيها نظارتين طبيتين واسعتين. يبدو أن أشعة الشمس تزعجها، ولذلك كادت تغمض عينيها بالكامل. خلفها وجه مستدير لرجل في فمه غليون. لم يدم المشهد طويلا. من مكان غير بعيد سمعت صفارة سيارة الشرطة. الشاب الذي يصرخ لم يتحرك من مكانه. نزل من السيارة شرطيان، هي خطوات قليلة قطعاها، ثم أمسكا بالشاب الذي كان قد بلغ من الهيجان درجة متقدمة. حملاه من تحت إبطيه وأدخلاه السيارة، ثم عاد أحد الشرطيين وحمل العكازين اللذين كان يتوكأ عليهما. الزبناء الذين تدافعوا في باب المقهى عادوا إلى أماكنهم. قال النادل للذين ظل يتملكهم الفضول إنه يظن أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، وأن الشرطة ستعرف ما الذي دفع ذلك الشاب إلى القيام بما قام به. في مركز الشرطة أنزل الرجل في باحة المركز، وحمل إلى الداخل، ثم جيء بعكازيه. في مكتب صغير، عند مكتب وضعت عليه ملفات عديدة، جلس ضابط شرطة بزي مدني. أدخل الشاب الذي أمسك به في شارع علي الشعواني. بدا هادئا، أجلس كرسيا مقابلا للضابط الذي ركز نظره على عينيه. عليه أن يدلي باسمه وبوثيقة هويته. علم منه الضابط أن اسمه رياض بن محبوب. بطاقة هويته تفيد بأنه يسكن تونس العاصمة. طبيعي أن يتساءل الضابط عن أسباب وجوده في تبرقة وإثارته الفوضى بجوار ذاك المقهى. لم يتمكن في حينه من الحصول على جواب، فقد تفطن إلى أن الذي أمامه يبدو في حالة لا تسمح له بالإجابة عن كل الأسئلة، وكذلك تم التحفظ عليه إلى أن يستعيد وعيه. تطلب الأمر يوما كاملا، ولم يقدم من جديد إلى الضابط سوى صبح اليوم التالي. وقد فوجئ الضابط بالرجل وهو ينكر أن يكون أراد سوءا بأي من زبناء مقهى شارع علي الشعواني. لم يكن في كلامه ما ينافي الحقيقة، فهو لم يقرب أي من الزبناء، ولكن ذلك لا يبرئه من تهمة المس بطمأنينتهم. كان عليه، هو الذي لا يملك عنوانا قارا في تبرقة ولا إقامة في نزل أو فندق، أن يدلي بالأسباب التي جعلته يأتي من العاصمة إلى تبرقة. قال إنه ما جاء إلا سعيا وراء حق له أهدره الغالي بن بشير مرزاق. وقد استوقف الاسم اهتمام الضابط. الغالي بن بشير مستثمر معروف في السياحة بتبرقة. نظر إلى الرجل الذي أمامه وراح بتفكيره بعيدا، يتساءل عن هذا الحق الذي أخذه بن بشير من هذا الذي أمامه.
ثم انتبه إلى أن الرجل ينتظر، فباغته بأن سأله عن هذا الحق الذي أخذه منه الغالي بن بشير. رد الشاب أن بن بشير خاله، لم يمضي أبعد ولم يجب على السؤال. صمت ضابط الشرطة، ولكن نظراته النفاذة لم تبرح قط عيني رياض بن محبوب. هو خالك؟ سأل الشرطي من جديد. نعم، رد الشاب. يعلم الضابط أن الغالي بن بشير هو مالك المقهى الذي قبض على رياض بالقرب منها. يعلم الضابط أيضا أن الأمر يتطلب المزيد من التدقيق. لن يكون مقبولا إزعاج شخصية بوزن بن بشير تأسيسا على مزاعم، هي كذلك أقوال رياض. لم ينتظر الشاب الذي تقول وثائق هويته إنه يبلغ من العمر 28 عاما أن يسأله الضابط من جديد عن طبيعة الحق الذي أخذه منه ذاك الذي يقول إنه خاله. قال إن الغالي بن بشير مرزاق لم يكن شيئا قبل 30 إلى 35 سنة. نظرات الشرطي تشي بأنه يترقب المزيد، ثم واصل الشاب بنبرة هادئة تنافي حالة الهيجان التي كان عليها بالأمس. كان يتابع دراسته في تونس بعد أن جاءت به أمي من صفاقس، وكان والدي الحاج زيدان بن محبوب من ينفق عليها. عائلة والدتي لم تكن ثرية، كان يعامله كما يعامل الأب ابنه. لم أكن قد ولدت بعد، وحتى لما ولدت ظل يعامله كابنه وينفق على دراسته. لما كنت في السابعة توفي والدي وخلف تجارة رائجة. لم تكن والدتي تستطيع تدبير تلك التجارة وإدارتها، اعتمدت على شقيقها الذي كبر في بيتها، وهل كان لها أن تثق في غيره؟ فقد حاول أعمامي التسلل والحصول على نصيب مما تركه والدي الهالك. في تلك المعركة الشرسة اضطرت إلى إعطاء شقيقها الغالي تفويضا تلو تفويض. بدت الأمور وكأنها تسير سيرها الطبيعي، ثم باغتها المرض. قيل لي لاحقا إنها أصيبت بالسرطان، لم يمهلها طويلا ففارقت الحياة. سكت رياض لعدة دقائق، طأطأ رأسه كما لو أنه يريد أن يتذكر، ثم اكتشف ضابط الشرطة أنه يبكي وهو يستحضر ذاك الحدث الأليم. وكأنه لم يتوقف قط استأنف حديثه. كنت في العاشرة، نظر إلى ساقه، ولدت هكذا بساق أصغر من أخرى، كنت أجد صعوبة في الحركة، لم أكن أستطيع اللعب مع أترابي، أكتفي بالنظر إليهم وهم يجرون ويلعبون. ظننت أنا الذي فتح عينيه على خال لم أعرف غيره أن الغالي سيحميني. كنت صغيرا بلا حماية، ولم يكن لي أن أطلب الأمن والأمان إلا عنده. ولكنه بعد أسابيع قليلة أبان عن وجه غير الوجه الذي عرفته به. أظن أن وجهه الحقيقي هو ذاك الذي انجلى عنه القناع. قطعه الضابط، ولكن الذي تزعمه فيه اتهامات خطيرة، سيكون عليك أن تقدم الحجج لإثبات صدق ما تدعيه. نعم، قال رياض، ثم واصل ما كان يحكيه. لقد ألقى بي في ملجأ ومضى يتصرف في أملاك والدي وفق هواه، حول الكثير منها إلى اسمه وباع أخرى. قيل لي إنه كان يتصرف بالاعتماد على تلك التوكيلات التي حصل عليها من أمي. عاد الضابط ليقول له إن ما يدعيه يقتضي تقديم الأدلة. أضاف في كل الأحوال سأدرج أقوالك في المحضر. ثم انتبه رياض إلى آلة تسجيل بجوار المكتب. حسب الشاب أنه سيخلى سبيله، ولكن الضابط فاجأه بأنه سيمضي في المركز ليلة أخرى. ما يهمه الآن أن يتم الاستماع إلى الغالي بن بشير. صبح اليوم التالي قبل أن يغادر مركز الشرطة، سأل الضابط إن كان سيتم الاستماع إلى الغالي، ولما لم يأته رد منه قال له إنه سيعيد الكرة وسيلاحقه في كل مكان، يعلم أنه سيقبض عليه من جديد. وكذلك مضى في اليوم التالي إلى ذاك المقهى في شارع علي الشعواني. كان الوقت صباحا، جلس إلى طاولة على الرصيف وركن عكازيه بجانبه. جاءه النادل فطلب شايا أسود، ثم ما لبث أن عاد ليخبره بأنه لا يوجد لديهم شاي أسود. كان الذي يتولى الصندوق قد لمحه من الداخل، ولذلك قال للنادل أن يبلغه بأن ما طلبه غير موجود فقد ينصرف.
ولكنه استبدل شاي الأسود بقنينة ماء. قال للنادل: لا أظن أن الماء منعدم في مقهاكم. يعلم أن عليه أن يصمد مكانه، فقد يأتي الغالي. بعد نحو ربع ساعة توقفت بجوار المقهى سيارة مكشوفة، نزل منها رجل أنيق الملبس، ظنه هو، هم بالنهوض من مكانه وكأنه نسي عاهته، ثم وهو يثبت نظره على المقبل نحو المقهى مضت يداه إلى العكازين. هي حركات تعودها، وقف، دفع الطاولة وكادت تنقلب قنينة الماء المعدني، ثم أسرع نحوه ويصيح: أيها اللص، أيها اللص. نظر إليه بتعال والتفت جهة باب المقهى من حيث خرج ثلاثة من العمال مسرعين. كان قد وصل إليه وأمسك بقميصه بإحكام، حاول التفلت منه وهو يتحاشى النظر إليه. كان رياض يصرخ: لن أتركك حتى أستعيد حقي، يكررها مرات ومرات. حاول الرجال الثلاثة أن يبعدوه ولكنه كان ممسكا به بقوة، ثم سمع صوت ثوب قميصه يتمزق. إذ ذاك التفت إليه يواصل رياض الصراخ: انظر في عيني إن كان لديك ذرة شجاعة. لعل الغالي لم يكن يرغب في حضور الشرطة، ولكن أحدهم اتصل بها فيما يبدو. حضر شرطيان وتم الإمساك بالرياض، واضطر الغالي إلى مرافقة الشرطيين إلى المركز، وهو يدلي بأقواله لم ينفي أن يكون الشاب الذي قد قميصه ابن أخته، ولكنه نفى أن يكون سطى على ممتلكات شقيقته التي آلت إليها وابنها بعد وفاة زوجها الحاج زيدان بن محبوب. وحيل الملف على النيابة العامة. كان الغالي يظن أن مواجهته مع رياض ستحسم في جولة واحدة، ولكن رياض استطاع أن يثبت أن تصرف خاله الغالي في ممتلكات والده تمت بعد وفاة والدته. لم يكن بحاجة إلى أكثر من نسخة من رسم الوفاة وتواريخ العقود التي أبرمها الغالي لتحويل الملكية أو نقلها إلى مستفيدين آخرين. كل النسخ كانت بحوزته، وقد اضطر الغالي الذي صار يخاف على سمعته إلى التفاوض مع رياض عبر وسطاء. أعاد إليه الدار التي ولد فيها وعوضه عن ممتلكات، واضطر الشاب إلى التنازل عن متابعته. تمهل لطفي بزرعة وهو يقترب بسيارته إلى تقاطع جادة الهادي نويرة بشارع مدينة الكاظمية. نحن في قلب أريانا. اعتاد لطفي الموظف بمصلحة الحسابات في محافظة أريانا أن يسلك الطريق نفسه وهو عائد من عمله إلى منزله. كانت إشارة التوجيه تومض على الجانب الأيسر للسيارة، وقد اضطر للتوقف حتى يفسح الطريق لسيارة كانت قادمة في الاتجاه المقابل. في تلك اللحظة فاجأه شخص يطرق زجاج نافذته. التفت جهته فاكتشف وجها بلحية كثة، وهو يتكلم بما لم يفهمه لطفي كشف شاربه عن فم ينقصه سنان. لم يجرؤ لطفي على إنزال زجاج نافذته، وما أن مرت السيارة التي كانت قادمة حتى ضغط على دواسة السرعة وانطلق. حين صار في منتصف شارع مدينة الكاظمية خفض السرعة وصارت سيارته تتقدم في الشارع بخيلاء. لسبب لا يعلمه هيمنت عليه صورة ذلك الوجه الملتحي ذي الفم ناقص السنين الأماميين وتلك العينان اللماعتان، يستحضر فمه الذي يقول ما لم يتمكن من استيعابه أو فهمه. لعله كان يطلب صدقة. لم يكن مألوفا في أريانا وفي عدة مدن تونسية أن يستوقف المتسولون مستعملي الطريق يستجدونهم الصدقات. قدر لطفي أن يكون الرجل غريبا عن المدينة أو أنه اضطر إلى الظهور لطلب المساعدة. حاول أن ينسى المشهد، واصل طريقه. في البيت كانت هادية زوجته قد أعدت القهوة التي لا يستطيع لطفي الاستغناء عنها. على المائدة صحن به حلويات تقليدية. لم يكن عصيا على هادية أن تلاحظ ذاك الانشغال البادي على زوجها، قليلا ما كان يبدو في مثل تلك الحالة. جلست على الأريكة المقابلة له، ملأت فنجانه ثم فنجانها، نظرت في عينيه ثم سألته بصوتها الدافئ عن الذي يشغل باله.
حاول أن يتفادى الجواب، ولكن شيئا ما بداخله أوحى له بأن يقول. وكذلك حكى لها عن ذلك الرجل الذي له هيئة المتشردين الذي طرق نافذة سيارته وقال شيئا لم يفهمها. لم تختلف هادية مع زوجها على أن مشهدا مثل ذلك الذي حكى لها عنه يبعث على الريبة والخوف، واستحسنت أنه لم ينزل زجاج النافذة. ابتسمت، حملت فنجان قهوتها، رشفت دون أن تغادره بنظرتها. تزوج لطفي بزريعة من هادية السلامي قبل 20 عاما. كان زميلين في كلية العلوم الاقتصادية، ونشأ بينهما حب توجه الزواج. لم يرزق الولد، كانت هادية وحيدة أمها. قيل لها في البدء إن والدها توفي لما كانت في عامها الثاني، ثم لما تحدثت مرة عن رغبة في زيارة قبر والدها وكانت في العاشرة، قيل لها إنه دفن في الكاف وإنه صعب العثور على قبره بعد كل تلك السنوات. لا تنكر هادية حين تأتي في حديثها عن طفولتها أنها لم تستطع البتة أن تصدق تلك الحكاية. بعد زواجها بسنوات قالت لها أمها وهي على فراش المرض إنها في الحقيقة لا تعرف شيئا عن مصير والدها، فقد اختفى بعد أن هاجر إلى فرنسا في أواخر 70ات القرن 20. قالت بحرقة إنها ظلت تنتظر عودته إليها وإلى ابنته سنين عديدة، وإنها لم تستطع سبيلا إلى أخباره ومآله. حكت لها وهي تغالب الألم بنبرة تقطعها الأنات عن الأخبار الكثيرة التي قالت إنه في مارسيليا، وتلك التي ساقت سيرته في تولوز، وأخرى قالت إنه انتقل إلى بلجيكا أو ألمانيا. كانت تلك الأخبار تجعل منه سرابا، كلما أتته لم تجد شيئا. يعرف لطفي بعضا من تلك الحكايات التي تكتمت هادية على أغلبها. لقد صار لطفي وهو حبها الأول والآخر كما كانت تقول له من حين إلى آخر، صار كل شيء، وقد ظنت أنه كاد يغنيها عن جناح الأب الذي كبرت في غيابه. في تلك الليلة حلم بالرجل الذي اعترض سبيله. اللقطة نفسها تتكرر، الوجه الذي يقترب من النافذة حتى يكاد يلتصق بها، والشفتان اللتان تهزان شاربا لم يقص منذ زمن ليس بالقصير، وتلك الفجوة في مقدمة الفك العلوي، وتلك العينان اللماعتان. يحاول لطفي أن يفهم ما يحاول أن يقوله، ثم استيقظ. من نافذة غرفته كانت تتسلل تباشير الصباح. أخذ وضع الجلوس في مكانه، هادية نائمة. امتدت يده إلى قنينة الماء وصب منها كأسا. ظن أنه أمضى ليلته كلها مع ذلك الرجل الغريب الذي صادفه عند ملتقى جادة الهاد نويرة وشارع مدينة الكاظمية. لا يستطيع أن يجد وصفا دقيقا لما يحسه. يعود ويسأل نفسه، هل هو الخوف؟ إذا كان هو فما الداعي إليه؟ الرجل لم يؤذه، صحيح أنه باغته ولكنه لم يؤذه. ثم يعود ليتساءل عما كان يريد قوله، هل هو متشرد أراد صدقة أو أنه كان يهم بقول شيء غير ذلك؟ أحس بصداع يتسلل إلى دماغه، نزل من الفراش وغسل وجهه وأسنانه، نظر في مرآة الحمام متأملا ذلك الترهل الذي صار في وجنتيه، ولمح خط تجاعيد جديد في بدايته. ارتدى ملابسه وأعد وجبة الفطور، ثم دخل غرفة النوم يوقظ هادية. لن يحكي لها عن الذي رآه في المنام، يعده كابوسا، وقد دأب على أن لا يحكي لزوجته الكوابيس. كان أكثر ما يحرص عليه أن يتناول معا وجبتي الفطور والعشاء. في منتصف النهار يفضل أن يبقى في العمل، حيث يتناول سندويشا من خبز وجبن أو سمك مصبر يكون قد حضره قبل أن ينام. وهما على مائدة الفطور يراقبهما من قفصه الكناري ميلو. تكلف لطفي الظهور بمظهر من أمضى ليلة ليس هناك أسعد منها، ودعها ثم خرج يحمل حقيبته السوداء التي لا يكف يكرر لما يسأل عنها أنها تذكره برحلة إيطاليا حيث أمضى مع هادية شهر العسل. ركب سيارته
أدار المحرك وانتظر قليلا ثم انطلق. حين توقف قبل أن يلج جادة الهادي نويرة، رأى الرجل ذا الأسمال البالية واللحية الكثة والنظرة اللماعة. بدا له وكأنه يراقب حركة المرور. تعبر السيارات من أمامه ولا يكترث لها، وقد ظن لطفي أنه يترصد سيارة بعينها، وحسب أنه سيعبر من أمامه في غفلة منها. تقدمت السيارة التي تسبقه، ثم تقدم هو. عليه أن يتوقف حتى تمر السيارات القادمة من جهة مبتدأ جادة الهادي نويرة. في تلك الأثناء التفت المتشرد، كذلك يقول مظهره، رآه فأقبل يسرع الخطوة نحوه. لما كاد يصل إليه تحرك لطفي بسيارته، كان يهمهم بكلام لم يبلغ مسمعه واضحا. لما ابتعد وصار في وسط الشارع، نظر في المرآة العاكسة فرآه، أو خيل إليه أنه رآه. صار يتساءل، هل كان المتشرد ينتظره؟ أم هي صدفة أن يوجد في المكان الذي رآه فيه بالأمس، وأن يهم بالاقتراب منه وهو يقول كلاما لا يستطيع أن يفهمه؟ في لحظة ما فكر في التوقف والعودة إليه راجلا، ولكنه خشي أن يتأخر عن موعد عمله، هو المعروف باحترامه أوقات العمل. أقنع نفسه بأنه سيصادفه مرة جديدة، وستكون الثالثة مساء حين سيعود في طريقه إلى البيت، حتى إذا ما تحقق ذلك، وحتى إذا ما رأى أنه لا يعترض سبيل السيارات الأخرى، أيقن أنه يترصده هو ولا أحد غيره. ظلت تلك الأسئلة تلاحقه طيلة يوم عمله ذاك، وهو يغادر كان قد قرر أن يحسم في أمر هذا المتشرد الذي يعترض سبيله كالشبح. كانت الساعة تقترب من الخامسة حين اقترب من نقطة تقاطع جادة الهادي نويرة بشارع مدينة الكاظمية. تمهل كما يفعل في كل مرة، ثم وهو يلج شارع مدينة الكاظمية رآه، كان واقفا يترصده، لم يعد لديه شك في ذلك. أسرع الرجل نحوه وهو يحمل على كتفه حقيبة كستها الأوساخ. توقف لطفي، انتظره أن يصل. حين صار عند نافذة سيارته أنزل الزجاج. الآن يرى وجهه أكثر وضوحا، بين حاجبيه وعينيه الوقادتين تجاعيد، البياض اكتسح شعر رأسه بالكامل، اللحية التي تدلت من وجهه في غير ما تناسق تمازج فيها البياض بالرمادي. لعدة ثوان ظل واقفا ينظر إليه، ثم فتح فمه فظهر الفراغ في مقدمة فكه العلوي. سأله، هل أنت لطفي؟ عجب أن يكون يعرف اسمه بيد أنه لم يره قط. وحتى يحصل منه على ما يثبت أنه يقصده هو، رد عليه بسؤال، لطفي من؟ عاد الرجل لينظر إليه بإمعان، ثم هزت شفتاه شاربيه، جاء صوته المبحوح يقول، لطفي بوزريعة. وهو يسمع اسمه الكامل أحس بما يشبه الدوار، وبحيرة لم يحس بمثلها قط. نظر إلى الرجل وقد حافظ على خلو ملامحه من كل تعبير، وأنت من أنت؟ انتاب المتشرد سعال فاجأه وهو يهم بالرد، ولما هدأ قال له، أنا قد لا تعرفني، لا بأس سأقول لك، أنا بلقاسم. بلقاسم من؟ عاوده السعال قبل أن يرد، أنا بلقاسم الحديدي. ألست الزوجة هادية؟ ازداد لطفي ذهولا، الغريب يعرف اسم زوجته أيضا، لعله لم ينتبه إلى أن اسمه العائلي الحديدي يشبه الاسم العائلي لزوجته هادية الحديدي. سأله، من دلك على اسمي واسم زوجتي؟ من تكون؟ تلك التي هي زوجتك، هي ابنتي. نعم؟ لم يأته جواب، ورأى عيني الشيخ تدمعان. هو الآن في حيرة حقيقية، هل يصدقه؟ لعل الشيخ المتشرد لمح حيرته تلك، وحتى يطمئنه أنزل من كتفه حقيبته التي تراكمت عليها الأوساخ، فتحها، بداخلها بعض الملابس وحزمة أوراق وأشياء أخرى لم يستطع معرفتها على وجه التحديد. فتش بأصابعه المنتفخة بين تلك الأوراق
وأخرج نسخة من رسم ولادة وناوله لطفي. أخرج من جيبه نظارتيه وصار يقرأ. لم يكن بحاجة إلى جهد كبير ليكتشف أنها نسخة من رسم ولادة زوجته هادية. تاريخ ميلادها هو نفسه الذي تتضمنه وثائقها، واسم والدها هو بلقاسم الحديدي كما هو مدون في كل وثائقها، كذلك اسم أمها. أزاح النظارتين ونظر إلى الرجل نظرة حائر، نزل إليه ودون مقدمات احتضنه، دعاه إلى الركوب، غير وجهته، أخبره أنه لن يكون بمقدوره أن يمضي به إلى ابنته وهو على تلك الحال. استأجر له غرفة في أحد الفنادق ومضى إلى محل تجاري قريب واشترى له ملابس جديدة. ثم في الغد وقد صار نظيفا مضى به إلى حلاق حسن هيئته. كان عليه أن يمهد لهادية. في تلك الليلة حكى لها عن حكايات تشبه قصتها التي لم تعرف تفاصيلها الكاملة، ثم أخبرها بأنه التقى والدها، وكذلك تم اللقاء في بيتهما. اكتشف لطفي أن بها بعض شبه لأبيها. على مدى عدة أيام حكى بلقاسم محنته هو التي امتدت عمرا كاملا ذاق خلاله السجن واستعباد عصابات التهريب. ثم لما تنفس هواء الحرية اتضح له أنه أضاع كل شيء. لم يكن ليخطر بباله أنه سيأتي يوم يلتقي فيه ابنته، وقد التقاها، ولكن فرحته لم تكتمل. تلك التي أحبها ماتت، لم يمهلها القدر المحتوم. في حي ظهر المحنش بتطوان اعتاد عدد من شبان الحي على اللقاء في مكان بمحاذاة عرصة بزنقة الحاجب. كانوا من جهات مختلفة من الحي، تتقارب أعمارهم بين 16 و21. جميعهم لم يوفقوا في الدراسة لأسباب تخص كل واحد منهم. تشغل أخبار البطولة الإسبانية في كرة القدم حيزا كبيرا في الأحاديث التي تدور بينهم والتي تكون صاخبة أحيانا. يتبارون يتباهون بمعرفتهم بأحوال اللاعبين في الأندية الإسبانية المختلفة. لم يكن لأي من أولئك الشبان، وكانوا 10 أو يزيدون، حرفة معلومة يكسبون منها مصاريفهم، ولكنها فترات متقطعة يشتغلون فيها موسميين في مقاولات للصباغة وفي بعض المطاعم، ومنهم 2 يعملان كل صيف مع بلدية مرتيل ضمن السباحين المنقذين. فيما عدا ذلك يعول كل واحد منهم على ما تقدمه أسرته، ولم تكن أسرهم من الميسورين، ولكنها تغالب متطلبات الحياة حريصة على حفظ الكرامة وماء الوجه. كان سعيد بن طويل ذو 19 عاما ممن لهم قدرة على توجيه النقاش والتأثير فيه، ولأنه كان شديد الاطلاع على أخبار البطولة الإسبانية فإنه صار شخصا محوريا في كل تلك اللقاءات التي تدوم ساعات، أحيانا إلى ساعات متأخرة من الليل. حين تعبر من هناك دورية للأمن فإنهم يسارعون إلى تفريق مجمعهم ذاك، ويمضي كل واحد منهم إلى بيت أسرته. أغلبهم سينامون حتى ساعة متأخرة من الصباح. ذات مساء يذكر سعيد أنه كان يوم الكلاسيكو بين الريال والبارسا، توقفت عندهم سيارة رباعية الدفع من الصنف الفاخر. كانت بلون داكن وكان زجاج نوافذها مظللا، ولذلك لم يروا وجه الذي يسوقها منذ الوهلة الأولى. لما أنزل زجاج نافذته رأوه. كان يبدو شابا في 30، ذا بشرة بيضاء وفي وجهه لحية مشذبة بعناية. لم يكن أحد منهم يعرفه، وقد ظنوا أنه يريد أن يسألهم عن أمر ما، فاشرأبت أعناقهم إليه. كانت ابتسامته توهمهم بأنه يعرفهم واحدا واحدا، ولذلك مضوا أغلبهم يحاولون أن يتذكروا ذاك الوجه الذي جعلته ابتسامته تلك لا يبدو غريبا عنهم. نادى على سعيد باسمه، وما أن اقترب وقد استغرب أن يعرف اسمه حتى بادره بأنه يعرفه. لم يترك له مجالا للتساؤل،
بادره يسأله هو عما إذا كان قد تذكره، ولما رد سعيد بأنه لا يذكر أنه التقاه من قبل قال الثلاثيني وابتسامته لا تفارق فمه: إنه من أبناء الحي القدامى. ذكر لهم عائلة المطفي التي رحلت عن حي ظهر المحنش منذ سنوات بعيدة. نزل من سيارته الفارهة، حذاؤه الجلدي اللماع دقيق المقدمة، والمعطف الجلدي الذي يرتديه يبدو من صميم الموضة. صافحهم جميعا واحدا بعد الآخر وابتسامته لا تفارقه، ينظرون إليه ببعض الإعجاب وبكثير من الاستغراب. فعلى مدى الزمن الذي دأبوا فيه على اللقاء في ذلك المكان لم يأتي إليهم أحد. توسط الرجل المجموعة وقال إنه أعجبه تجمعهم ذاك، قال إن اسمه فريد المطفي وإن والده، وترحم عليه بما أفاد بأنه متوفى، كان يحكي له عن مثل هذه اللقاءات بين أبناء الحي. وحتى لا يترك لهم مجالا للسؤال أردف أن ذلك كان قبل أن يولدوا. لما جال بنظره عبر وجوههم رآهم يبتسمون أو هم يهمون بابتسامات، قد يكون أيقن أنه مرحب به ضمن المجموعة. أخرج من جيب سترته الجلدية علبة سجائر، تلك التي يكنونها الشقراء، عرضها على المجموعة. بعد قليل علت المكان سحابة دخان. قال فريد إنه عاد من مهجره بإسبانيا منذ بضعة أيام، حكى لهم أنه استقر ببرشلونة 12 عاما وأنه كان يعمل في الفنادق والمطاعم، ثم إنه افتتح مطعما خاصا يقدم الأطباق المغربية والإسبانية. يصغون إليه باهتمامنا الآن، فقد تبدى لهم نموذجا لهجرة ناجحة. أغلبهم إن لم يكونوا كلهم دار بذهنهم مرة على الأقل أن يهاجروا ويجعلوا هجرتهم تلك مغامرة ناجحة. قال له سعيد بن طويل إنه كثيرا ما حلم بالهجرة إلى إسبانيا والاستقرار في برشلونة ليكون أقرب إلى فريقه المفضل البارسا. ضحك فريد وقال له: أنت إذا صديقي، أنا أعرف العديد من لاعبي البارسا، أعرفهم شخصيا. توجه إلى سيارته وأخرج حقيبة جلدية فتحها وجاء منها بألبوم صور. في تلك الصور يظهر فريد مع نجوم ذلك الفريق، تحلقوا حوله. بعد أن تمكنوا جميعهم من رؤية صوره تلك، سأله أحدهم إن كان مستقرا الآن في المغرب. التفت نحوه وقال إنه حاليا يعيش ما بين المغرب وإسبانيا. أضاف أن عليه أن يكون حاضرا في برشلونة لتتبع أحوال مطعمه. لما ودعهم كان قد تكون في نفوسهم إحساس فيه بعض من إعجاب وغير قليل من حسد. رأوه يركب سيارته الفارهة وينطلق. لما اختفت السيارة دار بينهم حديث أغلبه تساؤلات عن السر وراء توقف هذا الرجل عندهم، بل إن منهم من شكك في أن يكون من أبناء تلك العائلة التي غادرت الحي قبل سنين بعيدة، وشك عدد من أفراد تلك المجموعة في أن يعود إليهم مرة أخرى. ولكن شكوكهم تلك تناثرت لما عاد إليهم بعد يومين. توقف بسيارته كما فعل في المرة الأولى وطاف عليهم بعلبة سجائره كما فعل في المرة الأولى. في المرة الثانية كان كل حديث الرجل عن الهجرة، حكى لهم عن حياة ميسرة وعن فرص شغل متوفرة، ثم إنه أبدى لهم أنه مستعد لمساعدتهم إن كان من بينهم من يرغب في الهجرة. لم يبدي أي منهم في تلك اللحظة استعداده للمغامرة. ولما لم يلمس منهم تجاوبا قال لهم موضحا إن ما يعرضه ليس هجرة عبر قوارب الباتراس، ولكنها هجرة على متن باخرة عادية بتأشيرة وبكل ما يتطلبه الأمر. عم المكان الصمت لعلهم يفكرون، ثم استأنف حديثه يقول إنه ما يبغي إلا مساعدتهم وانتشالهم من البطالة. في الأيام التي تلت تقاربت زيارات فريد لتلك المجموعة في حي ظهر المحنش. كان سعيد ينبه أصدقائه إلى أن وراء الرجل أمرا غير ما يقوله، وقد اتفقوا على أن يسيروه إلى أن يتبينوا حقيقة ما يريد إليه.
لم يعد الحديث عن البطولة الإسبانية يشغل الكثير من تلك الأوقات التي يمضيها أولئك الشبان معا. أوحى سعيد بن طويل إلى أكبرهم واسمه محسن العسلة بأن يبدي لفريد ذاك الذي صاروا يلقبونه بالموتشاتشو رغبته في الهجرة، ولينظروا ما سيقوله له. كان عليه أن يبلغه بتلك الرغبة بمعزل عن الآخرين. اتفق الأصدقاء على تلك الخطة. في الغد بعد المغرب رأوا أضواء سيارة فريد تقترب نحوهم. لما صار بينهم خاضوا في أمور كثيرة. يومها لم يكتفي بتدخين السجائر، ولكنه للمرة الأولى دخن أمامهم لفافة حشيش، عرضها عليهم، ولكنهم قلة الذين ذاقوا منها. كان محسن العسلة يتحين الفرصة التي سيبلغ فيها الموتشاتو برغبته في الهجرة إلى إسبانيا بحثا عن عمل، وقد ساعده أصدقاؤه في توفير اللحظة المناسبة. كان العسلة ممن ذاقوا من لفافة الحشيش. لما صار الآخرون منهمكين في الحديث عن كرة القدم وأمور أخرى تخص الحي، اقترب محسن من فريد وأبلغه برغبته. استنفر الموضوع كل اهتمام الموتشاتو. كان سعيد بن طويل يتابع من بعيد ما يدور بين العسلة وفريد، يحاول أن يقرأ الحركات وما تعبر عنه الملامح. قال فريد لمحسن إنه مستعد لمساعدته، ولكن الأمر يتطلب بعض المال، ثم أبلغه بأن العملية ستكلف 50,000 درهم. حاول محسن أن يبدي استنكاره للكلفة المرتفعة، ولكن فريد وهو يحاول تهدئته قال إن المبلغ يتضمن كل مصاريف التأشيرة والسفر إلى برشلونة. لم يرغب محسن في المضي أبعد، وأبلغ فريد بأنه سيفكر في الأمر وسيبلغه بقراره. في تلك اللحظات من المنعرج القريب ظهرت أضواء سيارة، حسبوها جميعهم عابرة، ولكنها توقفت عندهم. كانت سيارة شرطة. بعد التثبت من هويات الجميع طلب من الموتشاتو مرافقة رجال الأمن إلى المفوضية. منذ تلك اللحظة لم يأتي إليهم الموتشاتو، وقد علموا لاحقا أنه توبع وأدين في قضية تهريب مخدرات وتنظيم رحلات للهجرة السرية.